خاو مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. على عكس مباريات سابقه على غير العاده، مقاهي حنا دابا بمنطقه شعبيه بالضبط منطقه سباته. قبل ساعه من مباراه تاريخيه اللي غتجمع هذا المنتخب الكرواتي، مباراه ترتيب، مباراه اللي ما نقولوش تحصيل حاصل، لا مباراه تاريخيه ونقدروا نديروا انجاز تاريخي وندخلوا التاريخ من اوسع ابوابه، هو اننا نحققوا المركز الثاني. للاسف 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 مقاهي منطقه شعبيه خاويه معنا مشاهدين الكرام في هذا المباشر، مشجع مغربي غيحاول يوجه رساله ويقول لنا في مداره علاش ان الجماهير ما جاتش، علاش ان الجماهير كنعرفوا ان الماتش الاول ضد كرواتيا كان مع 11 الدنيا مع 9 الصباح عامره، ماتشين مع 4 الدنيا مع 12 كاع القهاوي عامرين، وكنعرفوا حنا منطقه شعبيه والاستعدادات اللي كتكون في منطقه شعبيه لهذا الماتش التاريخي. في نظرك خويا علاش الجمهور ما جاش اليوم، علاش الجمهور ما جاش يتفرج واخا عندنا ماتش صعيب ضد منتخب كرواتيا وكنعرفوا ان باش تجي تالت في المونديال راه ماشي ساهل. باش تجي تالت في المونديال ماشي ساهل اخويا. بالنسبه للجمهور علاش ما كيجيوش اخويا، حنا جمهور المناسبات فهمتي، حيت كون كنا في النهائي دابا غتشوف الدنيا عامره، راه تبارك مع 11 12 الدنيا عامره. علاش علاش خلي الناس ما يجيوش؟ واحد راه ماتش صعيب قادر تشوف ماشي بالنهائي. لا ماتش اخويا بالترتيب الثالثه ولا الرابعه، وحنا اخويا كما كتشوف الدنيا دابا راه خاوي، بقى خاوي شويه ان شاء الله تعمر، باقي الحال ان شاء الله. دابا باقي اقل من ساعه من الماتش، انت تفرجتي في هذه القهوه هذه الماتش الاول الثاني الثالث، واش نفس الاجواء اللي كاينه دابا بحال اللي كانت في الماتشات اللي فاتوا؟ لا لا نقصات شويه، نقصات شويه المتعه ما بقاتش، حيت دابا خسرنا مع فرنسا ما بقاش هذيك المتعه، اننا باغي عندنا الرغبه. الماتش هذا مع كرواتيا شويه تا هو دويره ماشي ماتش خايب، الترتيب احنا الترتيب مزيان علينا. المقهى بحي شعبي خاوية، الدنيا خاوية، الدنيا صراحة ماشي كيف ما العادة. واخا تقدر تعطينا، تقدر اخويا تقدر تعطينا الفرق، تقدر تعطينا الفرق بين الماتش اللي فات وهذا الماتش؟ ذاك الماتش اللي فات مع الجيشي القهوة ومعاش كانت عامرة، هذا الماتش دابا الجيشي بقى تقريبا قل من ساعة على الماتش، شو الفرق بين ذاك الماتش وهذا الماتش؟ الفرق ما بين هذا الماتش وهذاك الماتش، هذاك الماتش كنا كنلعبوا على النهائي، دابا هذا الماتش هذا كنلعبوا على الترتيب الثالثة، يعني ما كايناش واحد المتعة بزاف. كنا كتلعب على النهائي اخويا، هذاك الماتش كان الماتش مع الثمانية، الماتش مع الثمانية هنا راه السرعة عامة، مع السبت بدات كتعمى. دابا الثلاثة وأربعة، الماتش مع الرابعة، الدنيا الدنيا كتصفى، الدنيا خاوية. رسالة اخويا باش توجهها للجماهير، رسالة باش رسالة باش نوجهها للجماهير انهم يجيو يتفرجوا، رسالة للجماهير المغربية باش يجيو يتفرجوا في هذا الماتش، ماتش مهم يعني راه ماتش صعيب عندنا، شنو بغيت تقول لهم؟ بغيت نقول لهم اخويا جيو تفرجوا شجعوا بلادكم، هو حنا هذا الماتش هذا ان شاء الله مربوح راه غنربحوه. واخا التوقعات ديالك شنو التشكيلة؟ التشكيلة راه شفتي التشكيلة كي داير، التشكيلة بونو ياميقو داري باقي نفس الغلط اخويا، ياميقو داري ما فاهمينش، ما نكذب عليك ما هو ما كيعجبنيش ياميقو. يا ما يقدرش اغلاط رايك حشاره ما يعرف انت داري دار الغلط ما تكذبوش عليه باش نقولوا هذا راه جاوي الى اخر ويدار جوج ولكن انت درتي اغلاط تقولين باهداف بالنسبه لعطيه طلاق حكيمي عطيه طلاق وحكيمي هذوك الدراري جوج البوست ديالهم راه حرين وسط الميدان وسط الميدان راه كاين دراري دابا شويه زوينين جداد كاين هذاك اخر نوف وصابير دراري زوينين بالنسبه لخط الهجوم وزوم اخويا كاين زياش انا هو اللي كان ديما زياش بوفان نصيري فكنتمناو ان تكون توفيق المنتخب الوطني توفيق المنتخب الوطني شكرا لك اخويا حتى انت رسالة أخيرة للجماهير شنو بغيت تقول لهم؟ نقول لهم اخويا ان شاء الله راه مربوح راه المغرب دار انجاز كبير ملي كتوصل نصف نهائي مع الكبار راه بحد ذاته انجاز وهذا هو جهدنا احنا هذاك الماتش ديال فرنسا ما كناش نلعب مع فرنسا افريقيا ضد افريقيا ضد بعضيات حتى فرنسا راه عندهم الجمهور وما داروش شي جهد شي
ما ضربوش التمار علينا حنا وحنا ضربنا التمارات بين الغلط بيت الاول خرجنا من الماتش. فرنسا دارت واحد الانجاز غير مسبوق، سبعة الفينالات اللي فاتوا في المونديال وصلوا اربعة المرات ناقصين سبعة الفينالات. يعني احنا منتخب معاهم متعود وصل الارجنتين شحال هاد الست النهائيات كيلعبوا دابا ماشي متابعين ولكن ست نهائيات. لا كنقول اخر سبعة المونديالات ديال اخر سبعة الكوب دي موند فرنسا وصلت اربعة المرات الارجنتين ست المرات الارجنتين ست المرات التاريخ ديالها داو جوج مشاو لهم ربعه ف ماشي مشكل خرجنا مرفوع على الراس ماشي مشكل حسين امام بطل العالم بطل العالم غدر هو جاهز ولكن تعلمت الدراري الركراكي بالزوين عطاهم هذيك الثقه ما تخلعش راه بحال غريزمان بحال عطيه الله راه بحال بحال والله ما كاين الفرق كاملين الفرق ما كاينش الله يتم حاله بحال بنادم يدخل التيران يلعب مرتاح يلعب مرتاح لعبها مرتاح ما تخاف ما والو تمنى رساله اسبانيا البرتغال بلجيكا كرواتيا انا كنقول ضربوا بلجيكا صافي محبسين لا طمحنا طموح طموح مزيانين دابا دابا عندنا ضغط اخر هو خصك تجيب لهم كاس افريقيا كاس امم افريقيا خصك تجيب نتمنى ان شاء الله شوف رساله هذا الماتش ونفكروا ان شاء الله وكل ماتش افريقيا دابا حنايا عندنا ماتش تاريخي ماتش قادر نديروا واحد الاعجاز للتق فرقه او حتى منتخب عربي افريقي موصل ليه هو نجيو مرتبه ثالثه ان شاء الله. شكرا لك بزاف شكرا لكم الدراري انا نبقاو نتبعوا نديروا تغطيه معكم لهذه المباراه ان شاء الله ونشوفوا الاجواء في المقهى كيف ما قلتي لي ان هذه المقهى هذه ما كانتش كتكون خاويه بالعكس كتكون لومبيونس كتكون عامره قبل ديما زايدين الماتش 8 5 كتعمر 5 كتعمر فالماتش كي الناس كيسولوا الماتش امتى الماتش راه معرب ان شاء الله دابا شحال الساعه دابا خويا بقى تقريبا نص ساعه على الماتش فقهوه خاويه كنتمنى ان النداء ديالنا والنداء ديال الدراري يكون وصل ان شاء الله يجيو الناس باش يتفرجوا يجيو الناس ان شاء الله باش يتابعوا هذه المباراه هذه. شي اضافه باغي تضيفها خويا؟ دابا حنا تم سائرين ومن حق دول انا كنشوف دابا انت قريتي التعليقات شو كيبان هو جزائري ما حاملين لا ماشي كاملين كاين الحمد لله واحد الفئه كتشجع المنتخب الوطني حد شوف خويا ملي كيعيروا بالك بان خصك تسمع كلشي من اموش كاين واحد الفئه صراحه كتشجعات المنتخب الوطني كاين فئه حق في ماتش ديال فرنسا كاين فئه غير فرحوا معاهم كانت كتسنى غير المنتخب الوطني انه يتقصى باش تسناو انت تسناوكم شوف الاعزاء الحاقدين والحاسدين الحمد لله وصلنا المنتخب عربي افريقي ودخلنا التاريخ من اوسع ابوابه الجزائر نتسناوكم 100 عام نبغيو الخير لاي منتخب شكون ساره كتقول لنا شكون لاعب الماتش مع المغرب ضد كرواتيا ماتش تحديد المركز الثالث والرابع مع الرابع ان شاء الله كنتمنى ان الناس اللي ما عارفينش يجيو يتفرجوا فهذا ماتش تاريخي ونقدروا نديروا انجاز باذن الله. توقع عندي الدراري كيقول لك انا ماتش غيتالي بجوج واحد مقاهي لحد الان باقي خاويه ونتمنى ان الناس يجيو يتفرجوا في هذا الماتش.